كان فيها استرضوان طبعاً بتشجيع من السيد المدير. لماذا؟ لأن استرضوان محطة في طنطان كانت عنده جمعية أساتذة اللغة العربية وكانت كدير أنشطة بمناسبة 21 مارس يعني اليوم العالمي للشعر، وكانوا كيصادفوا أدباء وشعراء من الدول العربية، يعني كانوا كيديروا واحد الملتقى دولي، ما هو وطني ما هو غير وطني ما هو غير إقليمي ولا جهوي. إذا طبعا يعني نحيي في هذه الحيوية والحمد لله اللي لقانا مولانا مولي هون. اللي بغيت نقول على أن في الرسم اللي بينا على أن في الأخير يعني يجب أن لا نستسلم، ويجب أن نتحدى، ويجب أن نحصل على الجائزة، ويجب أن نحلق في الأعالي. إذا هون نقول على أن نرجع إلى يعني سلسة بالموضوع وعلاقة بالقراءة. هناك البيت أو المقولة التي تقول وخير جليس في عرفك كما يقولوا جوجل، يعني جوجل مثلا ما هو مثلا دور التسامح في حياة الإنسان، ما هو دور البر والدين في حياة الإنسان، ما هو دور صلة الرحم في حياة الإنسان، ما هو دور التسامح في حياة الإنسان، ما هو يعني كل شيء ونجم نلود عليه في القرآن وفي السنة. وذلك ساعة نلودون عن أكبر الزعماء الحي اللي تشكل عنهم الجابو. إذا هذا هو اللي كان نقول على أن خاصكم تقلبوا على تنمية الذات. إحنا يعني مطالبين بتنمية ذواتنا، يعني دائما ماشي في غير القراء. إذا طبعا نحن القراء باش تأثر فينا القراءة، وتأثر في شخصيتنا، وتأثر في تعاوننا، وتأثر من النجاح. كل هادشي باقي الوالدين، هادشي راه كيدخل في بال الوالدين، باقي المجتمع ديالنا، باقي الوطن ديالنا، باقي الملك ديالنا، باقي العالم الاسلامي تاجينا. اذا لذلك خصنا نبنوا ذواتنا ونحددوا الاهداف ديالنا وغادي نوصلوها عوض باش نبقى نتاسف على الماضي. كيطرى علي وطران ويطرى جدي وطرى جداتي. والناديه حولت مسابقه تحدي القراءه إلى مسابقة من نوع آخر هي قراءة التحدي. وهذا التحدي في الحقيقة الذي تقرؤون وتتلون هو تحدي من نوع آخر، وهو الانخراط الإيجابي في ترسيخ هذا الحس القرائي في نفوسكم. وهذا في الحقيقة وقفنا عنده من خلال المدخل اللي وضعه الأستاذ والشاعر، هذا الذي خلق معادلة عجيبة بينما هو إداري وشاعري سردوان رحالي، وطبعا مدعما بسي عزيز كاريبي، هذا الرجل الذي يعتبر من رواد أوائل الذين أرسوا اللغة الإنجليزية بجهة الداخلة وادي الذهب. الانطلاقة لمشروع تحدي القراءة العربي الذي اطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية. المشروع يعني يهدف إلى إعطاء الفرصة لكافة تلاميذ الجهة لتنمية بطبيعة الحال مهارة القراءة، وكذلك لتنمية باقي المهارات اللغوية والتواصلية. فالمشروع عبارة عن يعني مجموعة من التصفيات ومن الإقصائيات على صعيد المؤسسة، ثم على صعيد الإقليمي، وكذلك على صعيد الجهة. ونسعى جاهدا إن شاء الله لكي نكون متميزين في ومنخرطين بشكل فعال في هذا المشروع بحول الله. وبطبيعة الحال هو مشروع تحت إشراف الأكاديمية للجهة والتربية والتكوين، وكذلك النيابة الإقليمية لوادي الدهب. وبهذه المناسبة بطبيعة الحال نتقدم بالشكر الجزيل للسيدة المديرة وكذلك للسيد النائب الإقليمي. وأود أيضا أن أوجه تحية خاصة للزميل رضوان رحالي منسق نادي الإمام عفوا نادي الثريا الذي يشرف على هذا المشروع الكبير، وكذلك لكافة الأطر الإدارية والتربية وتلاميذ المؤسسة الذين انخرطوا بشكل فعال في هذا المشروع. يعني في نهاية المطاف، لأن المشروع عبارة عن كما قلت عن إقصائيات وتصفيات، فالمطلوب من كل تلميذ أن يقرأ 50 كتابا في نهاية المطاف. فالتلاميذ الذين سيتمكنوا من قراءة 50 كتابا هم الذين سيتمكنوا من الذهاب بعيدا في هذا المشروع. اختيار الكتاب بطبيعة الحال يعتمد على الفئة العمرية وعلى المستوى الدراسي للتلميذ. التتويج بطبعه هناك جوائز قيمة جدا
جوائز عبارة عن مبالغ مالية مهمة جدا. والمذكرة الوزارية 137 يعني تذكر بالتفصيل المبالغ المالية المخصصة لكافة فئة. بطبيعة الحال يعني يمكننا أن أزودكم بهذه المعلومات إذا أتيت بالمذكرة، ممكن بطبيعة الحال. تقريبا أنا يعني ليس لدي فكرة واضحة عن المبلغ المالي، ولكن من خلال ما ذكره الأخ منسق النادي المشرف على يعني على المشروع، فهي مبالغ مهمة جدا، مبالغ مالية مهمة جدا بالنسبة لكافة التلاميذ. مرضوار حالي حارس عام للخارجية بالثانوية الإعدادية بن طفيل ومنسق نادي الثريا للإبداع والمشرف على مسابقة تحدي القراءة بالمؤسسة. النشاط هو فقط هو افتتاح رسمي لمسابقة تحدي القراءة، وهو يأتي في إطار اشتغالات النادي على تنمية مهارات التلميذ سواء القرائية أو في الكتابة أو في الإلقاء أو في تلخيص نص، لأن هذه هي اشتغالات النادي. ولكن الآن هذه مسابقة الابتدائي والثانوي والإعدادي، احنا في الإعدادي مطلوب من التلميذ أن يقرأ 50 كتابا في ظرف لا يتجاوز شهر أبريل، لأن شهر أبريل ستكون الإقصائيات على مستوى المؤسسة ثم النيابة ثم الأكاديمية ومنها الإقصائيات الوطنية، وسنرى من يتأهل وطنيا إلى مدينة أو دولة الإمارات ليشارك في الإقصائيات النهائية لاختيار بطل القراءة أو بطلة القراءة ل 2016. هاد الامور التي نعتمد عليها، اولا كان القراءه الفرديه تعتمد على التلميذ، وكاين القراءه الجماعيه لان هناك تلاميذ لا يقرؤون ولا يعرفون القراءه، نعتمد القراءه الجماعيه سواء كانت قراءه القران، لاننا الان نزور مسجد الحي اناث وذكور ونقرأ الحزب الراتب بعد صلاة المغرب خصوصا يوم الخامس لأنك تكون سورة الكهف، ثم تلحين البحور الشعرية، كل بحر شعري له لحن معين وعلى هذا اللحن واعتمادا عليه نكتب في الشعر الموزون المقفى، وهناك تلاميذ يكتبون في الشعر الموزون الآن ويكتشفون البحور الشعرية من خلال السماع فقط. ثم كذلك النصوص السماعية، ما على التلميذ إلا أن ينحني يغمض عينيه يوقف جميع اهتماماته يصغي إلى القارئ ثم يتخيل هذه الأحداث. اسمي سلمى جمالي، كان درس بالثانية ثانوي إعدادي بأساس بن طفيل. أنا مشاركة في هذه المسابقة، كيعجبني نقرأ ونكتشف شي حوايج جداد، واللي حفزني أكثر هو الأستاذ اللي كان يقدم لنا واحد الورشة في المؤسسة ديالنا، كنا كنتعلموا فيها بزاف ديال الحوايج من الكتابة النثرية والكتابة الشعرية. كنا في ذاك العام كنا كنكتبوا كتابة شعرية، كنا كنشاركوا في ملتقيات، وهذا العام قال لي حدثنا على هذه المسابقة اللي غادي تجي، فقال لنا غنبقاو نكتبوا الكتابة النثرية، وأول حاجة قمنا بها هي كتابة بطاقة تعريف على شكل نص نثري، فكنا موفقين فيه وكنتمنى أنني نفوز بهذه المسابقة. اسم واحد، أنا كنت في السنة الثالثة إعدادي في مدرسة ابن طفيل الإعدادية، وأنا اشتركت في المسابقة تحدي القراءة، واللي حفزني أكثر هو الأستاذ رضوان الرحالي، هو اللي كيعتبر المنسق ديال نادي الثريا للإبداع، وكنشكرو بطبيعة الحال الأستاذ المدير عز الكريمي، وأيضا أستاذ الحارس العام عبد الله العلاعي ورضوان الرحالي، وكنتمنى إن شاء الله أن نشرفوا مدرستنا وإقليمنا والمغرب بصفة عامة. نوال أعقى، أنا كندرس في السنة الثالثة ثانوي إعدادي بمؤسسة ابن طفيل الإعدادية، أنا واحدة من المشاركين اللي كاينين في هذه المسابقة، واللي حفزني أكثر هو الأستاذ اللي الأستاذ المشرف على نادي الثريا للإبداع بمؤسسة ديالتنا، واللي هو الأستاذ رضوان الرحالي.